انا ادمن سابق القوه النظيفه اللي يعرفني وما يعرفني، انا محمد حسن هيتي اللقب بس هو مو هيتي. المهم نرجع، شجاع طالبني انه اهل بالامام العباس على مود تهم انا موجهه له وهو هم موجه للتهم، فاني الامام العباس هذا وراي. السلام عليكم ابو الفضل العباس، انا اقسم على كل الكلام اللي راح اقوله ابو الفضل العباس. زين، شجاع موجه للتهم انه انا محصل 4.5 مليون هديه وجاي نقاط 500 دولار ووالدي على اساس يرشح انتخابات او هيك شيء، هاي كلها كاذيب. ابو الفضل العباس شاهد وراي، انا لا جايتني 4.5 مليون ولا 4 ملايين ولا 3 ملايين ولا مليون حتى اصلا، زين، ولا جاي نقاط 500 دولار ولا حتى 100 دولار ولا اكثر، زين، ولا والدي الا نيه يرشح مجلس محافظات او برلمان او هيك من هذا القبيل، زين، سمعته. انا اطلب شجاع يجي يحلف انه هو ما عنده علاقه بسعد الاوسي مدير اللي يدير قنوات شاهد الاعلام المستقل اللي تابعه واللي مولها خميس الخنجر، وخليه يجي يحلف انه هو ما مستلم اي مبلغ مادي خصوص الانتخابات. هو عن ذكر لسانه يعني 12000 دولار او 10000 دولار، هو ذكر 12000 دولار. خليه يجي يحلف هذا الشيء، خليه يجي يحلف انه هو ما شوه سمعه الضياء الهندي وهاي القنوات، قناه العراق الان اللي كانت تدعم ائتلاف العراق الموحد اللي رشح عن طريق مازن العبيدي، وخليه يجي يحلف انه هو ما عنده علاقه بالقيادي بالقاعده السابق هسه محلل خليه السطور هشام الهاشمي. بلعت العير من الزرق ورق ابن ام العيوره بخير جاوبني يا مرجان مالك سمك من بلعت العير ماني شرفتك على قدرك انا على ابوك لا حتى تاخر ليش ابن ام العيوره لك ناشو اختك الف عير باختك اذا شوف هذا المطر ديزل هذا كله غضب هاي قد ما نيتك اختك طبعا اختك معروفه ما اريد اسولف فيها كلها تعرفها بحي الاسكان جامعه المستقبل شو اسمها هاي كلية المستقبل كلهم ينشون بيها وهاي شغلة معروفة من زمان شو اسمها مدري ايش السلام مين يدلعوها مدري ايش تخيل قاعد بعرف ما